السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. السعادة، أيوة كلمة السعادة كلمة بنسمعها كل يوم من آبائنا، من أمهاتنا، من أصدقائنا، وحتى من معلمينا الأعزاء، بس أغلبنا مش عارف معناها. السعادة كلمة بتحتاج إلى فعل، فلو وجدت كلمة السعادة إنها بتمتعك للحظة، لبرهة، بالكاد لفترة قصيرة، بس لو وجدت السعادة في الفعل فإنها بتأتي بالبهجة والفرحة لفترة طويلة جدا من حياتك. خلوني في البداية أعرفكم شوية عن نفسي. في عام 2019 كنت وقتها كثير الحركة، محب للرياضة، فكانت هوايتي كرة اليد، فكنت بحب الرياضة دي حبا جما. ما كانش أصلا عندي تفكير إني ممكن أستغنى عن الرياضة دي مهما حدث، فكنت عايز أنمي وأحسن من قدراتي وموهبتي. قلت خلاص، قررت إني أشترك في نادي النصر في دبي، وكنت دايما بحاول اني ابهر مدربي بطريقه ما لربما ممكن يخليني ارتقي، ابقى ادخل الفريق الاعلى مرتبه، عشان ممكن بعض الخبره اكتسب بعض الخبره وممكن بعض الشهره، ما فيش مشكله. فوقتها كان دايما كل يوم استيقظ من النوم وافتكر بجد يوم جميل، يوم جديد لممارسه هوايتي المفضله. كنت دايما استيقظ بنفس التفكير. وقتها حطيت ذلك الهدف، لا انا في المستقبل عايز ابقى لاعب كره يد عظيم، أمثل فريق منتخب دولتي في كأس العالم، عايز أكسب كأس العالم كرة اليد. فكان دايما تفكيري دايما عن كرة اليد، فكان بمثابة عضو من أعضائي، فكان ما كنتش قادر أصلا أتخيل أن أستغنى عنها. ولكن تخيلوا واحد عنده الفرحة والسعادة ودايما مبتسم، مرة واحدة يخسر سعادته، دائما كئيب المنظر. هو ده اللي حصل لي في شهر نوفمبر، وبرضه من نفس العام، يوم تدريب عادي كأي يوم، بمارس هوايتي المفضلة، فرحان، سعيد، مبتسم. ولكن يومها كان يوم مختلف. قمت بحركة خطأ عفوية، أصابت فقرات ظهري وأقعدتني بألم ما كنتش قادر أستحمله. قلت لا عادي، ممكن يبقى ألم بسيط خفيف من تدريب كأي يوم عادي. بس لا، ألم قاعد يزداد يوم ورا يوم، قاعد يزداد ما بيقلش. وبدأت أتغيب عن أيام التدريب، ودي ما كانتش عادتي، كنت أنا دايما مداوم على أيام التدريب، فكنت بستمنى يوم التدريب إنه يجي عشان أروح وأقابل أصدقائي وأمارس هوايتي المفضلة. عشان هوايتي ديك ما كنتش متخذها فقط هواية، كانت بتروح عن يومي، بتروح عن لو أنا حزين. فقعدت في البيت، قعدت، لا الألم قاعد يزداد ويزداد، فكنت خايف وقلق من الوضع. قلت هروح لبابا وأعرفه على الموضوع. رحت لبابا، بابا أنا عندي ألم كذا وكذا. قال لي خلاص تعال نروح نزور طبيب. رحنا للطبيب، بشرنا الطبيب، عدت جلسة علاج طبيعي، هتحسن، هبقى أفضل من الأول، هرجع تاني صحتي قوتي سعادتي، وما تخافش. فرحت، قلت خلاص مفيش مشكلة، ممكن أتغيب أسبوع أسبوعين عن هوايتي المفضلة، بس هرجع تاني لسعادتي وأمارس هوايتي. بس الواقع كان مختلف. أسبوع ورا أسبوع بروح لعديد من تلك الجلسات، بس يا ريتني كنت بتحسن. ألم كان قاعد يزداد يوم ورا يوم، حاسس، بقيت حاسس إن ألم قاعد يعاكف علاجي، مش بيقل، لا بيزداد. وصلت لدرجة إن خلاص أصابتني خيبة الأمل، وقعدت في البيت قلت أنا خلاص بقيت ضيع وقتي، بقعد أروح وأرجع أروح وأرجع، مفيش تحسن، نفس الألم اللي كنت بروح بيه هو نفس الألم اللي برجع بيه، فإيه الفايدة؟ قعدت في البيت وقررت يا إما جلسة علاج طبيعي تجيلي البيت، يا إما أنا مش رايح لها أصلا. بس لسه الألم موجود، قاعد يزداد يوم ورا يوم. فوصلت لدرجة إن بقيت ظهري منحني وأنا ماشي، فكان نازل عكاز شبه العجوز بالظبط. فوالدي شافني قال لا لازم نعمل فحوص اضافيه. رحنا للطبيب، عملنا فحوص اضافيه، يومها النتائج كانت في يدي، والدي جالس بالداخل مع الطبيب. طول دلوقتي، بدا القلق والخوف يتملك عقلي، ايه اللي حصل؟ ليه بابا طول كده مع الطبيب؟ انا ايه اللي حصل؟ هي الاصابه بجد خطيره كده ولا ايه اللي حصل؟ دخلت للطبيب سألته عن حالتي، قال لي محمد أنت عندك انزلاق غضروفي. قلت له انزلاق غضروفي؟ من فين الانزلاق غضروفي ده؟ يعني إزاي؟ قال لي ممكن وأنت بتمارس هوايتك كرة اليد قمت بحركة خطأ أصابت فقرات ظهرك. قلت له طب يعني كان وقتها كان فترة صعبة، إزاي أنا بمارس هواية لفترة طويلة مرة واحدة أتصاب إزاي؟ طب طبيب إيه العلاج؟ قال لي إن العلاج عملية جراحية. أنا سمعت الكلمة دي من هنا وقعدت تتردد في ودني، عملية جراحية، عملية جراحية، عملية جراحية إزاي؟ أنا مش عندي ولا وقت عشان أروح أعمل عملية جراحية، وأنا عايز أمارس هوايتي المفضلة، وكان عندي امتحانات متتالية، إزاي أوقف كل ده وأعمل عملية جراحية؟ طب
يا ترى بعد العملية الجراحية هقدر أرجع تاني وأمارس هوايتي المفضلة وأرجع تاني لسعادتي وفرحتي؟ سألت الطبيب، هقدر أرجع تاني؟ قال لي محمد بعد عمليتك الجراحية صعب إنك ترجع تاني لممارسة هوايتك عشان ممكن تزيد الخطورة إنك تتصاب بنفس الإصابة تاني، فأنت لازم توقف تماما عن تلك الهواية. الفكرة دي صعقتني، أقف عن هوايتي إزاي؟ أنا كان عندي دايما أمل أبقى لاعب كبير في المستقبل، أشترك في نوادي باريس سان جيرمان، أدخل كأس العالم، مرة واحدة أوقف؟ إزاي؟ ما كنتش متقبل الفكرة، حتى الفكرة ما كانتش داخل عقلي. إزاي أتوقف؟ بس إزاي؟ كله بسبب إصابة خفيفة؟ لا، مش هقدر أقف. لا، أنت لازم تقف. فقررت وقتها أقعد أفكر هعمل إيه؟ هعمل إيه بموضوع إصابتي؟ هل هعمل عملية جراحية وأفقد الإحساس وأفقد الألم ده خلاص أسيبه؟ ولا ما أعملش العملية الجراحية وهقعد بألم لفترة طويلة، هخسر إحساسي في القدم اليسرى، هخسر تحكمي في القدم اليسرى؟ قرار ممكن البعض يقول لي إنه قرار سهل، طبعا ده من عملية جراحية، بس لا، وقتها كنت قاعد أفكر في نفي هوايتي، أنا مش عايز أوقف هوايتي، أنا كنت بحب الهواية دي حبا جما، إزاي أوقفها مرة واحدة كده بعد فترة طويلة وأنا بمارس نفس الهواية؟ قررت للأسف إني أعمل العملية الجراحية. يوم 5 بقى من شهر يناير، كان ده يوم عمليتي الجراحية. كنت جالس على السرير منتظر إني أدخل غرفة العمليات. كئيب المنظر، ما كنتش حتى لسه متقبل الواقع. بس وقتها كانت عائلتي كلها ملتفة حولي. جدي، جدتي، عمي، عماتي، أبي وأمي، ابتسامتهم في وجهي بجد قذفت الأمل في قلبي، وخلتني وقتها إني أتمسك بالأمل مهما حدث، أتمسك بالأمل بعد أن أصابني اليأس لفترة طويلة. وحتى الآن متذكر كلمة عمي ليا: محمد يا بطل ما تخافش، هيتحسن، هتبقى أفضل من الأول، وإحنا هنا بجنبك ومش هنسيبك. كلمة ممكن بعض يقول لي كلمة بسيطة، بس بجد قذفت الأمل في قلبي. الحمد لله تمت العملية الجراحية بنجاح. قعد بقى الفترة بعد العملية، فترة يلقبها البعض فترة نقاهة، فترة مش هتدوم، فترة بسيطة، فترة سهلة، هتحسن، هترجع تاني لصحتك وسعادتك، بس فترتي كانت مختلفة شوية. دلوقتي أصبحت متصل بكرسي متحرك، أينما ذهبت، رحت المول التجاري، رحت المدرسة، خرجت مع أصدقائي، خرجت مع عائلتي، دايما منتصر بالكرسي المتحرك، فأصبح بمثابة صديقي المقرب. وقتها كنت جالس على الكرسي المتحرك وجميع من حولي ينظر إلي بنظرة غريبة، نظرة ما كنتش معتاد عليها، ما عجبتنيش، نظرة الشفقة. قلت لا، النظرة دي مش مرتاح لها، عايز أغيرها، عشان نظرة كانت غريبة وكأني أنا كنت مريض، بالفعل كنت مريض بس كانت عندي صحة وسعادة. فقررت إني أرجع تاني وأرسم طريقي إلى سعادتي وإلى فرحتي مجدداً، ولسه بخطو أول خطوة عشان ألاقي سعادتي مجدداً. وقتها كانت موجة من اليأس أصابتني، موجة من اليأس بتفكرني: محمد أنت فاكر حلمك زمان كده إيه؟ فاكر أنت كنت بتستيقظ كل يوم عشان إيه؟ كنت دايما فكرة كرة اليد كانت ازاي ملازماك دايما، عايز ترجع تاني لسعادتك؟ هترجع بس مش في كرة اليد، هترجع بس مش بنفس السعادة ونفس الفرحة زي ما كان عندك زمان. حتى الآن ما كنتش عارف اتقبل الوضع، بس قررت وقتها لا، لازم اخطو خطوة ثانية. قررت ان اخطو خطوة ثانية عشان اتخطى تلك الفكرة، واني ارسم طريقي الى سعادتي واصنع طاقتي الخاصة عشان انير بيه طريقي. طب ازاي؟ قررت اني ارسم طريقي الى سعادتي مجددا من خلال 3 كلمات. اولا عدم الاستسلام، عدم الاستسلام، فلم استسلم لحالتي، بل عزمت اني بجد لازم ارجع الى ما كنت عليه في السابق، لازم ارجع لصحتي، ارجع لسعادتي، ارجع لابتسامتي، ارجع لوجه البشوش مش وجه الكئيب. ثانيا العزيمة والإصرار، ده كان من خلال التفكير الإيجابي، إن دايما أنظر إلى الجانب المشرق، دايما أنظر إن هناك أمل في الحياة، وإن يكون عندي عزيمة على الرجوع إلى ما كنت عليه في السابق، بل وأفضل وأفضل. ثالثا هو كان الإيمان إني أستطيع أن أحقق هدفي، أنا أستطيع، أنا عندي الإمكانية إني أحقق هدفي. في 6 شهور وأنا قاعد عاكف في نفس الألم وأصارعه، هل استسلمت؟ لا. هل توقفت؟ لا. ليه؟ كان عندي إصرار وعندي عزيمة إن أوصل لهدفي، وكان
السعادة وما زال السعادة، فقررت للأسف مش هقدر أرجع تاني لهوايتي المفضلة. طب هعمل إيه؟ عايز مصدر سعادة. قررت ألا أخف وأبحث عن مصدر سعادة جديد. في تلك اللحظة كانت فكرة صالة الرياضة متملكة عقلي. قلت خلاص خلنا نجرب صالة الرياضة. يوم ورا يوم، أسبوع ورا أسبوع، شهر ورا شهر، صالة الرياضة بقيت أحبها، بقيت أعشق الذهاب إلى تلك الصالة. بقيت طوال اليوم أفكر هعمل إيه في الصالة النهاردة، هتدرب إزاي. وقتها بجد علمتني الحياة درسا غاليا، علمتني أن السعادة لا تقتصر على مكان ما، لا تقتصر على شخص ما، على هواية ما. السعادة لا تقتصر بين قوسين، فالسعادة ممكن تبقى بأبسط الأمور، ابتسامة طفل، ابتسامة والدتك. فالسعادة في عملك وإصرارك وإيمانك الصحيح. فمهما كنا نمر به من مشاكل في حياتنا اليومية، طبعا كل فرد بيختلف عن الثاني في مشاكله، يجب علينا ألا نشتت عقلنا بتلك الأفكار الهدامة، بل أن ننظر إلى الجانب المشرق، فلا نترك مفتاح سعادتنا بين يد الآخرين، بل يجب علينا أن نكون نحن مالكوه ذلك المفتاح، ونحن من نقرر أي باب من تلك الأبواب هو مصدر سعادتي. أنا مصدر سعادتي كان باب صالة الرياضة، ممكن لشخص ثاني يبقى كرة السلة، ممكن لشخص ثاني قراءة، ممكن لشخص ثاني كتابة. فالسعادة تختلف من شخص إلى آخر، وأنت من تقرر ما هو مصدر سعادتك. في العام الماضي مررت بأصعب حادثة لي، وبلا شك هيبقى فيه من ده كتير جدا في المستقبل. ليه؟ عشان هي دي هي الحياة. بس علمتني تلك الحادثة أني أكون قوي الشخصية، مهما حدث لي من مشاكل وصعاب، أن أنظر دائما إلى الجانب المشرق، أن أبتسم إلى الحياة. فالوجه البشوش بلا شك أفضل من الوجه الكئيب. وها أنا ذا واقف قدامكم بعد مرور 14 شهر من عملية الجراحية، وتسع شهور من بداية معاهدتي الجديدة، وابتسامة مرسومة على وجهي، والفرحة تملأ قلبي. ولن أقف عن ممارسة تلك الهواية. لماذا؟ لأنها مصدر سعادتي، وأنها اللي بتخليني أبتسم كل يوم وأكون فرحان. باشروا يا العمل الذي يجلب إليكم السعادة، وداوموا على الابتسام. وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.